السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة مالتنا حول التايب اوف سيرجيكال نيدل اند شيب اوف سيرجيكال نيدل، تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. قبل ما نبدأ محاضرتنا التايب اوف نيدل، المفروض انه نعرف من تتكون النيدل. تتكون النيدل من النيدل بوينت اللي هو هذا باعو اللي هو تيب اوف نيدل، ويتكون من النيدل بودي اللي هو الجسم الأبرة، ويتكون من النيدل دايميتر اللي هو قطر النيدل، ويتكون من النيدل رايجز اللي هي نصف القطر، وهذا يقاس بالمسافة بين مركز الدائرة والجسم مركز الدائرة والجسم الخارجي للأبرة. طبعا تايب بوينت اللي هذه this needle designed to provide good penetration to the soft tissue، هذه الأبر صممت لتوفير اختراق جيد للأنسجة الرقيقة after needle bases through the tissue. The tissue closes tightly around the switcher material، يعني بعد مرور الأبرة من الأنسجة حتغلق الأنسجة بأحكام حول الخيط الجراحي which forming like of switcher lung، الأمر الذي يشكل خط خياطة مانع للتسريب. وطبعا هذه هذه النيدل تكون مدببة، وفحسوي عندنا دايليشن، اي انه مس باع مثل باعوا هاي الدائرة تكون مدببة، حسوي دايليشن ما حسوي كاتينج. طبعا هس احنا وصلنا الى ريفيرس كاتينج نيدل اللي هو بالعربي أبر القطع العكسي. طبعا هذه this needle has a trunka، يعني انه تملك جسم مثلث، باعوا هذا المثلث اللي هو عندنا shape body with sharp edge on the outside curvature، وهذا الجسم المثلث مع حوافي حادة على الانحناء الخارجي، فحساعد بقطع help to cut the wound، تساعد بقطع الجروح with three edge on the side، بثلاث حوافي حادة على الجوانب، وتستخدم خصوصا utilize specific for the tight and deflate penetration tissue، يستخدم خصوصا الأنسجة القاسية وذات الاختراق الصعب مثل such as the skin والتندن sheath or oral mucus and ligament، مثل الجلد وخمد الأوتار والغشاء المخاطي في الرباط. طبعا هنا هذه اذا تشوفون هذه الأبرة تصير على شكل باعو، هذه على شكل مثلث، فيكون حاد من جميع الجوانب، يعني سيكون مثل السكينة الحادة من جميع الجوانب، فهي لما تدخل النسيج حسوي كاتينج، فاستخدامه يصير بشكل سلس، وين يصير بالسكين بالأربط، يعني في الغشاء المخاطي في الرباط أو بالأربطة، هذه تستعمل هذه عندنا النوع من النيدل. طبعا وصلنا إلى الكونفنشال،
كاتنج نيدلينج اللي هو الأبر القاطعة التقليدية، وهذه الأبر تملك شكل بعود نيدل هاز ترانكا شيب لايك ريفيرس كاتنج، يعني هنا تملك شكل مثلث مثل الأبر القطع العكسي. وهذه طبعا يستعمل اند ابلاي اون سكين اند ليجمن نويزل كافيتي تندن اند اورال، ويمكن ان يطبق عمليا على الجلد والاربطة وتجاويف الانف والاوتار والفم. وهذه النوع من النيدين ما يستعمل بالأنسجة الرقيقة لأنه يمزقها، فإذا استعملناها لأنه هو هذا تكون هاي النيدل كان كيف يعني تصير هذه عندنا مقعرة وتصير very sharp، وهي تكون cutting rather than dilation، يعني هي أكثر شيء تكون قاطعة وما نسوي توسع. إذا استعملت من الأنسجة الرقيقة فتمزقها، فحيطلع النيدل والخيط من الجهة الثانية. طبعا هسه احنا وصلنا الى التبر كات نيدل اللي هي بالعربي الابره المستدمه القاطعه. طبعا هذه ذا نيدل لايك تو نيدل ان وان، يعني هي هذه الابره تشبه ابرتين في ابره واحده، حيث ان لها جسم with round body، جسمها يصير دائري حتى يقت reduce for the trauma to wound، حتى يقلل من اذى الانسجه والجروح. والقمه مالتها and the cutting tip to improve the penetration، طبعا القمة تكون قاطعة حتى تحسن الاختراق. And the cutting tip is limited to the point of the needle and that are not recommended for the skin. طبعا وهذا تقتصر على القمة القاطعة، تقتصر على رأس الأبرة فقط، وهي غير موصية، يعني ما يتوصى انه تسوي بالخياطة الجلد، حيث ان الحافة مالتها تصير مدببة وتخترق بينما الجسم يكون مدور. ف وهذه طبعا هي غير موصلة في خياطة عندنا الجلد. طبعا هسه احنا وصلنا للشيب اوف سيرجيكال نيدل. اول واحد اللي حنحكي عليه هو عن هذا الشيب اللي هو الكوارتر سيركل اللي هو ربع الدائرة، وهذا شوفوا هذا الانحناء البسيط اللي يملكه هذا ليتل كارفيجر، ويستعمل هذا النيدل بعمليات العيون اوفثالميك بروسيجر وفيشا استاتيك اند اي ليد، يعني يستعمل في الجراحة التجميلية للوجه والجفون. هسه وصلنا الى ستريت نيدل اللي هي النيدل الابر المستقيمة، ويمكن انه كان بي يوز ويزاوت نيدل هولدر، يعني بدون ان نستخدم حامل الابرة، وتستخدم بجراحات الابدومينال سيرجري، جراحات يعني المعدة وبالرينوبلاسي وبعمليات تجميل الانف. هسه طبعا وصلتنا الى النيدل من النوع عندنا 3/8 سيركل اللي هو 3/8 الدائرة ياخذ،
وهذا عندنا النوع هو the most common needle used in large and superficial wound، يعني أكثر الأبر اللي تستعمل في الجروح الكبيرة والسطحية، وعمليات عندنا يمكن بي أبلاي إن سكين، يعني عمليات البشرة وجراحة اليدين الهاند سيرجري والمسلز العضلات والسابكة كولا، يعني إنه جراحة تحت البشرة. طبعا هسه وصلنا إلى الفايف إيد سيركل اللي هو 5 أثمان الدائرة تاخذ النيدل. هاي النيدل هي تكون this needle perfect with deep and confined cavities، يعني تكون مثالية للتجاويف الضيقة، وتستعمل الداخل انترا اورال، يعني العمليات اللي تصير يمكن انه نستعملها بالعمليات اللي داخل الفم، و اليوروجنتا الجراحات التناسلية، وكذلك عندنا الاونوريكتر بروسيجر، وايضا للجراحة بجراحات الشرجية. جي شيب نيدل هذا يستعمل on deep incision، يعني يستحمل في الشقوق العميقة، ولهذا السبب انه يستعمل بالهيبروسكوبي بالنواظير الجراحية بدون ان يسبب اي ضرر، without any injury to visceral، يعني للأحشاء الداخلية، وكذلك يمكن انه تستعمل in vagina and rectum، تطبق على المهبل والمستقيم. طبعا هسه احنا وصلنا الى نيدل من نوع الكومباوند كيرف نيدل، هذا يستخدم بجراحة الفم يوز اون اورال، وبجراحة العيون بالاي، وبالانتيريور سيجمنت اوف ثورنك سيرجري بالجزء الامامي من جراحات العين. هسه وصلنا عندنا 1/2 سيركل، هاي النيدل باعوشون مقوسة، يعني تملأ قوس كبير لارج ارك، هذه تستعمل to use in confined site، يعني في الأماكن الضيقة. وين نستعملها؟ يمكن ان نستعملها بالسكين بالمسلز، يعني بالبريتونيوم، بالعمليات العيون، الابدومينال سيرجري، الجاسترو انتستينال تراك، بالعمليات الجهاز الهضمي.